وضمن المنهج الحكومي في توفير الخدمات وتعزيز الاقتصاد، رعت الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة استثمار بغداد معرض العراق الدولي للعقار والاستثمار الثاني على أرض معرض بغداد الدولي بمشاركة سعودية واسعة. وأكدت الشركات المشاركة أنها تسعى لتطوير أعمالها التي ستنعكس إيجابا على بناء العراق وإعادة تأهيله. شاركت اليوم في معرض بغداد الدولي شركة مدن عندها مشاريع في بغداد وفي المحافظات. عندنا مشروع مدينتي في كركوك، مشروع بيتي في صلاح الدين تكريت، وعندنا مشروع بروج اللي هو في بغداد، وعندنا طبعا مشروع مدينة المستقبل ومشروع لافيدا. اليوم الاستثمار بدعم من السيد رئيس الوزراء، هيئة الوطنية للاستثمار، هيئة استثمار بغداد، اليوم ده نلقى دعم من القطاع الحكومي بالنسبة لموضوع الاستثمار. والتجربة اللي صارت كمطورين في هذه المشاريع نجحت، وفرت كثير من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة، وحققت نجاح كبير جدا عندنا في بغداد وفي المحافظات. توجه كبير، مشاركة عربية وخاصة المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية في هذا المؤتمر. هذا المؤتمر ناجح، نتمنى الفترة القادمة تستمر الأمور على نفس الوتيرة. يعني ما شاء الله تبارك الله، في البلد في تطور جميل، وبإذن الله المستقبل أفضل. والله الحقيقة المشاركة مثل ما أنت شفت مشاركة كبيرة، تواجد عدد من الشركات بدعم هيئة تنمية الصادرات، والحضور كان قوي جدا، فبإذن الله تعالى أنه ينتج من خلال هذا المعرض استثمارات واسعة، وإن شاء الله بمثل هالتعاون بغداد والعراق كله من ازدهار إلى ازدهار إن شاء الله. لا الحمد لله الأمور ممتازة، والتسهيلات من قبل الحكومة العراقية أيضا في تطور وحرص كبير على جلب مثل هالاستثمارات، وإن شاء الله بإذن الله القادم أفضل. لا إحنا شركة إسناد للتسويق والتطوير العقاري، بلشنا بسوق بغداد من سنة تقريباً. إن بالمجمعات السكنية نشتغل بالمجمعات السكنية اللي موجودة ببغداد، نسوق للمجمع ونبيعه، لكن بطرق تختلف عن خلينا نقول المجمع عفوا عن التسويق اللي موجود اليوم ببغداد، وأيضا عن العراق بصورة عامة. فنختلف عن السوق المحلي كتسويق، وأيضا ليتر اون حيكون عن التطوير بصورة عامة. هذه إسناد خلينا نقول باختصار. اليوم احنا هدفنا انه قطاع العقار اسناد تغير به هواية تفاصيل بما يخص موضوع التسويق وبما يخص تجربة العميل. ايضا اليوم احنا حابين ننتقل بتجربة جديدة تخص موضوع التطوير. اليوم التطوير مش فقط البناء، وانما تطوير الخدمات داخل المجمعات السكنية. مشاركتنا بمعرض الاستثمار العراقي يعني تهدف الى يعني ابراز الصناعة الوطنية ودعم المستثمرين والاستثمار بالعراق بالمنتج العراقي. اكيد طبعا انه هي تجمع استثماري لكل المستثمرين العراقيين، واكو مشاركه من الجانب السعودي للاستثمار بالعراق. طبعا احنا نشجع مثل هيك معارض. نشكر طبعا هيئه الاستثمار العراقيه على هاي الدعم. احنا اصباغ شركه اصباغ نصر شركه اصباغ محليه تأسست سنة 76، يعني تنتج العديد من أنواع الأصباغ البلاستيكية والأكشل والبنتلايت بكل أنواعها وكل ألوانها، وعندنا الأصباغ الدهنية طبعا والثنائي.